وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة نعمة عبد الله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ورئيس لجنة تطوير التعليم في البرلمان العربي. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن ما هو سبب اختيار مملكة البحرين لإطلاق وثيقة تطوير التعليم؟ بداية طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لمملكة البحرين على الاستضافة، والشكر موصول لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي على حقيقة اهتمام الكبير اللي لاحظناه في البرلمان العربي. وطبعا الكل يدرك مكان المرموقة اللي يحظى بها قطاع التعليم في مملكة البحرين. مملكة البحرين على مستوى يعتبر مستوى عالمي فيما حققت طبعا المملكة في مؤشر نقدر نقول التنمية البشرية، طبعا في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه. طبعا هناك تقارير دولية تشيد بأن مملكة البحرين تهتم اهتمام كبير بالتعليم، وهذا طبعا نقدر نقول هي تعتبر من أوائل الدول اللي اعترفت بالتعليم النظامي، وأيضا اعترفت به أو يعني ركزت على مجانية التعليم سواء كان للمواطن للبحريني أو للمقيم، وهذا شيء طبعا من قيم مملكة البحرين اللي عرفناها عنها. أيضا ركزت على نوعية التعليم والكوادر الوطنية اللي نشوفها من البحرينيين، هذا يعني شيء مؤكد بأن التعليم رائد في مملكة البحرين. أيضا اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم ودمجهم طبعا في المجتمع، ايضا يعني من خلال طبعا متابعتنا نحن لما يدور في البحرين في الجانب هذا نشوف ان كثير مهتمين بموضوع التدريب وتاهيل الكوادر، وهذا شيء طبعا رفع من هذا القطاع الكبير في ما يسمى بان هناك كوادر فعلا وطنيه نقدر نقول عنها تمتاز بالكفاءه لان فعلا هم يهتمون. ايضا مؤشر التنميه البشريه للمملكه عالي جدا، وطبعا انا اكرر شكري وتقديري لمملكه البحرين على الاستضافه. نعم سيده نعمه، يعني ما هي الأهداف الاستراتيجية التي سوف تتضمنها هذه الوثيقة والتي سوف يتطرق إليها أيضا المؤتمر؟ نعم طبعا الكل ندرك احنا الدور المحوري الكبير اللي يقوم فيه البرلمان العربي في الاهتمام بهذا الجانب في تطوير طبعا النظام التعليمي في العالم العربي. هناك طبعا تحديات كبيره تحيط في كثير من الدول العربيه، والبرلمان العربي هو معني طبعا بهذه التحديات وبالذات بما يسمى بالتعليم، والتعليم هو يعني الاداه نقدر نقول الاداه التي من خلالها ترتقي طبعا الشعوب وترتقي الدول. فطبعا عمل البرلمان العربي على وثيقه حقيقه وثيقه جدا ثريه باهدافها وجدا ثريه وعاليه الجوده نقدر نقول وتحقق كثير من الاهداف. الوثيقه تحتوي طبعا على يمكن ثلاثه فصول، الاول التعاريف والاحكام والمبادئ العامه للعمليه التعليميه. الكل يدري ان التعليم طبعا قطاع مترامي الاطراف، في كثير من يعني نقول طالب نقول معلم نقول ولي الامر نقول يعني هو كثير من الامور اللي نقدر تقول. فالباب الاول يتضمن هذه اللي هو الاهداف والعمليه التعليميه بصوره المتكامله، الثاني يتضمن مراحل العملية التعليمية المختلفة، رياض الأطفال إلى التعليم العام والتعليم الفني طبعا، ومثل ما قلت التدريب المهني والتعليم العالي أكيد طبعا، والبحث العلمي. البحث العلمي ماخذ طبعا حيز كبير في الوثيقة، والتعليم المستمر، ولا ننسى طبعا جائحة كورونا التي أدلت بدلوها بصراحة، وكانت جائحة فيها تحديات كبيرة سواء كانت للدول العربية أو الدول العالمية. طبعا هذا بيكون ملحق في المؤتمر، بيكون هذا ملحق لأن هذه تم إعدادها سابقا. الثالث مجالات تطوير عملية التعليم في العالم العربي، وتشمل طبعا المتعلم بالتأكيد والمعلم، وتطوير الأدوات التعليمية، وتطوير أيضا البنية التحتية، وتطوير المباني إلى آخره. نعم. طبعا اللي يميز الوثيقة طويل العمر التأكيد على ضرورة المحافظة على القيم. تدري احنا دائما نهدف على أن يكون تعليمنا قيمي، خصوصا ما يتعلق بالهوية الوطنية والهوية الثقافية والحضارة العربية والمنجزات والمكاسب الحضارية. بعدين ضمان التنافسية في النظم التعليمية، والبحرين لها طبعا مملكة البحرين معروفة أن هي طبعا انا في مجالي مجال التعليم اعرف انها وصلت الى التنافسيه والعالميه في مجال التعليم، وهذا شيء نعم لا شك مؤتمر مهم يعني ويحمل مضامين ساميه. شكرا لك سعادة السيدة نعمة عبد الله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي ورئيس لجنه تطوير التعليم في البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.